اهلا بكم مجددا ودلتا مصر اليوم. وإرادة الشعب المصري هي التي ستحدد ان شاء الله خلال الفترة وبعد الفرز وبعد اغلاق صناديق الاقتراع كما ذكرنا قبل الفاصل وقبل قليل انها ستحدد البرلمان المصري الاهم في تاريخ مصر الذي سيحدد الرئيس القادم لمصر في العام القادم باذن الله. وفي متابعتنا للانتخابات من الملاحظات المهمة جدا الحديث عن كوتا للمرأة او حصة للمرأة. كوتا او كوت كلمة لاتينية معناها حصة من المجموع. الكوتا التي خصصت للمرأة في 32 دائرة ب 64 مقعد للمرأة لتمثيل نسائي حقيقي للمرأة يعبر عن دورها في المجتمع. يبان منا بهذا الدور. يسعدنا ان تكون معنا ضيفتنا الرئيسة في الفقرة القادمة في هذا البرنامج الفقرة الرئيسية في هذا البرنامج الأستاذة دكتورة هالة فؤاد رئيس جامعة طنطا. اهلا بك دكتورة هالة وشرفتينا. دكتورة هالة يعني رؤيتك وانت واحدة من السيدات التي تولينا منصب مهم رئيس جامعة او ثاني سيدة تتولى رئيس جامعة في مصر الجامعة الإقليمية الأولى ربما تولاها سيدة. تقول هلا أدليتي بصوتك النهاردة الحمد لله أدليت الساعة 3 أو 3:30 حسيت ايه يعني كان في اقبال وصفك الشخصي ومتابعتك ورؤيتك الشخصيه هو يمكن التوقيت اللي انا رحت فيه ما كانش يعني جايز الناس اقبلت في الفتره بتاعت الصبح اكتر انا الوقت ده يمكن كان مناسب ليا بعد ما خلصت بعض اشغال في مكتبي لكن اعتقد انه لازم هيكون الناس كان في اقبال متهيألي لان دي فرصه ان احنا فرصه لكل الشعب ان هو بيشارك في رسم المستقبل اللي جاي للبلد كلها. فرهنا وجود كوتا للمرأة يعني لك شخصيا ايه؟ هل ده كان مطلوب في هذا الوقت وتعليقك الشخصي؟ بالتأكيد ده كان مطلوب لانه المرأة تمثل اكتر من نصف المجتمع اكتر من 50% فمن غير المعقول انه يبقى تمثيلها في المجال السياسي بهذه الضآلة اللي كانت موجودة يعني تقريبا 1.8% تقريبا فطبعا نسبة قليلة جدا لا تتناسب اطلاقا مش مع العدد بس لان العملية مش عدد العملية مش كم بس لكن كيف احنا عندنا سيدات في المجتمع جديرات بان هم يمثلوا الشعب بالفعل على مستوى يعني على مختلف المستويات في كل المجالات. حضرتك هتلاقي دلوقتي اصبح في تمثيل للمرأة والحمد لله تمثيل مشرف فلا اقل من انها تمثل الشعب من الناحية السياسية في مجلس الشعب. الحكم على التجربة هننتظر لما تشتغل على التجربة ان شاء الله في خلال السنوات لكن المشاركة السياسية للمرأة كيف ترين المشاركة السياسية للمرأة والبنت؟ والله هي شيء ضروري خلينا نقول انه جايز ما كانتش مفعالة بالصورة المطلوبة لأسباب كتير قد يكون جزء منها جزء ثقافي لما تعودنا عليه كشعب شرقي بانه دور المرأة جوه البيت بس وانه اذا نجحت المرأة خارج البيت يبقى بالتأكيد البيت مفيهوش نجاح وده كلام ما نقدرش ما نقولوش على الاطلاق في يعني في حالات هتكون حالات فردية لكن ما هوش دليل على حاجة واللي بيحب ينجح في حاجة بيبقى حريص على انه يكون ناجح في حاجات كتير. سورة هل انت ناجحة في البيت؟ الحمد لله يعني الحمد لله يعني تجربتك الذاتية تقولي عنا يعني عندك أولاد إيه ناجحين في العمل في الدراسة؟ الحمد لله أنا عندي ولدين والولدين مخلصين دراسة مخلصين جامعة بقالهم كتير واحد متخرج من تجارة إنجليزي وبيشتغل بقاله 10 سنين والتاني متخرج من الجامعة الأمريكية وبرضه بقاله بتاع 4 سنين تقريبا أو أكتر والحمد لله انا بعتبر نفسي الحمد لله اني كنت ناجحة في اسرتي وما زلت ناجحة فيه الحمد لله. كيف نشجع او اقيادة نسيبها زي حضرتك في منصب كبير رئيس جامعة في اقليم كيف تشجعين المرأة الريفية او المرأة في اقليم الدلتا بوجه عام او طنطا بوجه خاص انها تمارس حقوقها السياسية وتبشر حياتها بشكل طبيعي اضافة لحياتها في المنحة؟ لو هتكلم على المرأة الريفية زي ما حضرتك بتقولي يبقى لازم الاول اعمل عملية رفع وعي لان احنا عندنا مشكلة من اهم المشاكل اللي بتخلي المرأة ما عندهاش مشاكل كبيرة الجهل والامية فاذا هي متعلمة يبقى معنى كده انه انا هقدر ارفع وعيها بسهولة اقدر افهمها واقدر اعرفها هي دورها ايه في المجتمع تقدر تعمل ايه ازاي هي ممكن تغير شكل الحياة الموجودة حوالينا ديت هي تكون عنصر ايجابي فعلا فيه فاذا هنبتدي يبقى ابتدي الاول بالتعليم ثم رفع الوعي
ثم انما اشجعها بقى انها تشارك وليكن في المشاركات الاول، قد تكون جاهز ما تقدرش توصل انها تكون عضو في مجلس الشعب، لان لو انا بتكلم على واحدة امية خالص وهتتعلم من اول جديد، لكن اقدر اعلمها انها ازاي تشارك في المجتمع بتاعها اللي هي عايشة فيه، انها ترفع مستواها، تؤدي عمل يخدم المجتمع اللي حواليها. لو انتقلت المرحلة اعلى شوية عند الناس السيدات المتعلمات، وخليني اتكلم يمكن احسن على الجامعة الاول. البنات عندي في الجامعة ممكن ازاي يعني اساعدهم او اشجعهم انه يبقى في نوع من رفع الثقافة برضو ورفع الوعي بالنسبة لهم، لكن كممارسة سياسية جوه الجامعة دي مش موجودة، لان مفيش، الجامعة مش مكان لممارسة سياسية. الجامعة للعلم والثقافة، الممارسات السياسية لها مكانها في الاحزاب، والاحزاب على ما اعتقد وعلى ما يعني الناس كلها تعرف انه عاملين برامج للشباب وبرامج للمرأة، تقدر اي انها تبتدي تلتحق بيها، تبتدي تتثقف وتبتدي تقدر تمارس من خلالها. دكتوره هنا، يعني انت كنت نائب لشؤون المجتمع، خدمه المجتمع في البيئه، كنت وكيل كليه الطب لشؤون المجتمع، نعم المجتمع البيئه، تمام. كيف استفدت من هذه التجربه في ادائك حتى ممارستك في حياتك العمليه الان؟ الحقيقه انه الجامعه، لو احنا زي حضرتك ما زي ما تعرف انه الجامعه في ثلاث محاور رئيسية بتشتغل فيها، التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. التعليم والبحث العلمي الاثنين لازم يكونوا في خدمة المجتمع، لانه اذا هم بعيد عن خدمة المجتمع يبقى احنا بنتكلم في حاجة بعيدة خالص عن الواقع. ده اللي كنا عايشين فترة كبيرة. ده كلام مش منطقي، لانه انا الخريج بتاعي طالع يشتغل جوه مجتمع، لازم المجتمع اللي هيخدمه ده عاوز منه حاجات معينة. البحث العلمي اللي بنعمله مش الغرض منه مجرد انه بحث بيتعمل واوراق تتحط في الادراج، لا، احنا عايزين بحث علمي مطبق، يعني يكون الهدف منه حل المشكلات الموجودة. زي ما حضرتك شايف كده ان قصة خدمة المجتمع ان هي بعيدة اساسا الاول على المحاور بتاعة اهداف الجامعة. نيجي بقى ازاي ده ممكن يكون له تأثير، انه اذا انا بقى هاخد الحاجتين دول ووظفهم، لو نقول على سبيل المثال انه مثلا كنا بنقوم بقوافل طبيه، قوافل الطبيه، ويمكن يعني ده بقى اتجاه جديد انه ما عادتش مجرد اسمها قوافل طبيه، لكن نقول قافله خاصه بقطاع شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، لانها ضمه طب اساسا، معاها طب الاسنان، معاها الصيدله، معاها التنفيذ.